السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم اليوم عن أكياس الكبد. أكياس الكبد في منها أكياس بسيطة simple cyst، وفي أكياس بتحصل مع أمراض تانية زي البوليسيستيك كيدني ديزيز، أكياس الكلى المتعددة، بيكون في أكياس كتير في الكلى، تكيس في الكلى، وبياخد معاه في تلت الحالات الكبد، وأحيانا بياخد البنكرياس. السمبل ليفر سيست دي بتكون عبارة عن يونيليكولار ليجن، يعني تجويف واحد موجود عادي في نسبة 13%، حاجة عادية ملهاش أي قيمة تشخيصية، العيان يتعايش معاها عادي مفيش فيها مشكلة. لها أشكال مختلفة وممكن توصل لأحجام مختلفة. اللي بيميزها إن الول بتاعها بيكون ثن لدرجة إن هو ممكن ما تشوفوش في الغالب، يعني انت مش هتشوفه في الغالب imperceptible wall. بيكون الحدود بتاعتها distinct واضحة، والكونتنت بتاعتها clear ما فيهاش اي turbidity، ما فيش اي تعكير فيها، وفي وراها posterior acoustic enhancement، يعني في الانسجة اللي وراها اللون بتاعها ايه مبيض. هنشوفها. ممكن لو كانت نتيجة ل infection abscess او هيموريج هيماتوما وحصل فيهم مع الوقت كده تغيرات لحد لما بيجي سيست تحول الى كيس، هتلاقي انه ممكن يكون مالتي سبتيتد او مالتي لوكيلر، هتلاقي عدة غرف داخل السمبل سيست. هنشوف بعض الحالات. ادي مثلا حالة الوول بتاعها مش قادر تشوفه وهي كلير كونتنت، تمام، وفي وراها بوستيريور اكوستيك انهانسمنت اللي هو ده اللون اللي وراها، لون ايه فاتح خالص هايبر اكويك. ليه ده ارتفاكت في الحقيقه؟ لان الجزء السيستك ده ما امتصش اي قدر من الموجات الصوتيه، فبالتالي الموجات عدت والجزء ده وصل له اشعه اكتر من الجزء المناظر ليه على اليمين والشمال، فالجهاز افتكر ان هو عكس مقدار اكبر من الاشعه، لان الاشعه السونار باختصار هي علاقه بين حاجتين، بين البرايتنس بين اللون والدبث العمق. فهو الجهاز بيقول الحياة اللي كانت هنا عكست أشعة بمقدار معين، لكن دي عكس أشعة أكتر، فهو افتكر إن دي لها برايتنس أعلى أو لها ريفليكشن أعلى، صدر الأشعة أكتر، مع إن ده نسيج كبدي وده نسيج كبدي، لكن ده نتيجة وجود السيست. يعني إحنا ده أرتيفاكت، يعني عيب من عيوب السونار، لكن بنستفيد منه في التشخيص، تمام. مفيش فيها أي فلو، ما فيش فيها اي فلو. وادي هنا سيست كبيره خالص وعامله ماس افكت على الهيباتيك فينز، تمام. وادي هنا سيست في ليفر سيروتيك وفي اسايتس، هنا دي سيست ما فيش فيها اي فلو. احيانا بيقول لك ان السيستيك ليجنز اللي هي جايه من ميتاستاسيس بتشبه الليفر سيست اللي هي السمبل ليفر سيست، لكن الكلام ده هيكون في عيان عنده برايمري، عنده يعني مثلا اوفيريان تيومر، وانت بتعمل سيرش فور ميتاستاسيس فلقيت سيست في الليفر، خلاص هتقول ان دي ممكن تكون ميتاستاسيس في الليفر، خاصه لو لقيت ميتاستاسيس في اماكن تانيه، تمام. برضو دي سيست، تمام، هنا وراها في ايه posterior acoustic enhancement، وهنا في سيستات في الرايت لوب، هنا برضو في multiple cyst، تمام، ودي الجول بلادر، والسيستات كلها فيها ايه posterior acoustic enhancement وراها، نفس الكلام، بس السيستات دي كانت complicated عشان كده هنا فيها سيبتي، تمام، وهنا فيها turbidity وليها يعني وول يكاد يكون مرسوم مش هو الثين وول بتاع السمبل سيست. فدي غالبا كانت ايه، كانت هيماتوما وحصل فيها ليكوفاكشن، الهيماتوما دابت. ده المنظر بالسي تي، هنا في هيوج سيست موجودة، تمام. هنشوف البوليسيستيك كيدني ديزيز. الليفر بيتاخد في البوليسيستيك كيدني ديزيز في تلت الحالات، بيكون عددهم كتير مش واحدة ولا اتنين، عددهم كبير، أحجام متفاوتة، الوول يكون variable from most to irregular،
الليفر فانكشن تكون كويسة، مفيش فيه مشاكل. لو حصل فيها انفكشن، وده بيحصل حقيقة، هتلاقي الانفكتد سيست دي بتسبب العيان فيفر، ولو كانت كبيرة هنحتاج ان احنا نعمل منها اسبيريشن. لازم تدور على باقي الفاميلي، انديكيت ان يتعمل فحص لكل الأسرة، لأن المرض ده في فاميلي هيستوري عالي. هنشوف حالات من البوليسيستيك كيدني. الليفر انفولفمنت بالشكل ده، وادي هنا سيستات كتير في الليفر وسيستات في الكيدني. ادي هنا الانفولفمنت للكيدني وانفولفمنت للليفر. بس نلاحظ ان في الكيدني هنا السيستات مش ريبليس كل الرينال بارينكيما، لا ده لسه في رينال بارينكيما موجوده، فالديزيز ده ايرلي، يعني العيان ده ممكن يكون في العشرينات، في الثلاثينات، لكن بعد سن ال40 بيحصل كومبليت ريبليسمنت للرينال بارينكيما. ودي حاله تاني فيها ايه، بوليسيستيك ديزيز. ده منظر السي تي، يعني الجوده بتاعت السي تي سيئه، لكن هو بيبين لك ان في سيستات كتير في الليفر، بوليسيستيك ديزيز.